هذه مدينة ملكهم يا أبو لؤلؤ. هذه مدينة؟ هذه مدينة الملك الذي حطم عرش فارس؟ كأنها تبدو كقرية لأفقر فقراء الفرس في صحراء كرمان. ذهبت ريحنا يا أبا لؤلؤ. اسمع، سيطرحون عليك دين الإسلام، ادخل فيه علك تأمن على نفسك. لم أترك ديني ولو قتلوني. لن يقتلوك، ولكن ملكهم لا يبقي في مدينته إلى المسلمين. فليطردني إذن. اسمع، سنتظاهر بأننا منهم، ولكن إلى حين. يا لك من فتى يا أبا لؤلؤ. أراك تستعيد ذكرى زفافي، والعرب يحاصرون الميادين. بما تفكر يا ملك الملوك؟ أفكر بك يا بولا. طلبت منك الرحيل فرفضت، والآن لم يعد ذلك ممكنا. أبقى معك، نحيا معا أو نموت معا. سنموت، فأنا لا أستطيع أن أتخيلك سبية في فراش أمير عربي. ماذا تقول يا يزدجرد؟ أي كلام رهيب هذا؟ أي فعل مخيف؟ أي كابوس؟ ولكي لا يلاحق هذا الكابوس في قبري، إنها الرحلة الأخيرة، الزورق الأخير، الليلة الأخيرة. لن تكوني لغيري يا حبيبتي. يا لك من ملك مطارد، نهار ملكك، تهرب كاللص من مكان إلى مكان. سأجلس هنا، علني أجد في هذا البيت مأوى. من أنت؟ ولماذا تجلس هنا؟
ألا تعرفني؟ لا. هل أجد عندك مأوى؟ تفضل. لن تقول لي من أنت؟ أنا يزدجرد بن شهريار ملك الملوك، ولي حق الحماية والطاعة عليك. لا طاعة لك عندي، وإلا لما فررت كالجبان وقتلت بسيف عربي. أهكذا؟ حقك عندي وهذا. اللهم أنت الراعي، اللهم أنت الراعي، فلا تهمل الضالة ولا تدع الكثير بدار مضيعة. لقد صرخ الصغير ورق الكبير وارتفعت الشكوى يا رب العالمين، وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. قبل أن يقنطوا، فإنه لا يقنط إلا القوم الكافرون. اسق العطاش يا رب العالمين، أطعم الجياع يا رب العالمين. يا الله يا الله، ارحمنا برحمتك يا رب العالمين، الطف بنا يا رب العالمين، أغثنا يا رب العالمين، ارحمنا يا رب العالمين، أغثنا يا الله، ارحمنا يا الله، يا كريم يا غفور يا جبار يا رحيم، يا الله يا الله، ارحمنا يا الله، ساعدنا يا الله، أغثنا يا الله، يا رحيم يا كريم يا الله، يا الله يا الله، نحمدك 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 يا الله، يا رب يا رب يا رب يا رب، يا منزل المطر يا منزل المطر، يا محيي الشجر يا محيي الشجر، يا رازق البشر يا رازق البشر، يا مخرج الثمر يا مخرج الثمر، نحمدك يا الله، نحمدك يا الله، دعوناك فأجب، دعوناك فأجب، دعوناك فأجب، دعوناك فأجب، وعلينا أمطر، وعلينا أمطر، نحمدك يا الله، نحمدك يا الله، يا رب يا رب يا رب يا رب، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فأغثنا يا رب، فأغثنا يا رب، فأغثنا يا رب، فأغثنا يا رب، نحمدك يا رب. سأل الإمام وقد تتابع جدبنا، فسقى الغمام بغرة العباس عم النبي وصنو والده الذي ورث النبي بذاك دون الناس. أحيا الإله به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وحملكم في البر والبحر، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ثم جعل لكم سمعاً وبصراً، فأنتم مستخلفون في الأرض قاهرون لأهلها. قد نصر الله دينكم، فلم تصبح أمة من لدنكم إلا وتنتظر وقائع الله وسطوته،
في كل يوم وليلة. قد ملأ الله قلوبهم رعبا، فليس لهم معقل يلجؤون إليه ولا مهرب يتقون به. وقد دهمتهم جنود الله عز وجل، لقد سددنا الثغور بإذن الله مع العافية الجليلة العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام. والله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد، فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته. واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم، واستتموا نعمة الله عليكم، فقد قال الله تعالى لموسى: أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. قوموا إلى أعمالكم، يرحمني ويرحمكم الله. يا رب. الحمد لله، لقد أسمعنا فأفاد وأوجز، بارك الله به من أمير للمؤمنين. يا أبا محمد، ألا نمضي لطريق القوافل؟ فإننا على موعد مع وصولها اليوم. ها هي الآن على أبواب المدينة، وأرجو أن تكون قد أحضرت معها ما طلبناه من أجل التعليم والصناعة. هيا هيا يا ابن عوف، نمضي من خير ما سمعناه إلى خير ما سنلقاه إن شاء الله.